وللأسف الشديد توجد ممارسات كثيرة عند بعض الأولاد من الذكور والإناث تدخل الحزن على الوالدين، منها قضية التخلف عن الصلوات، فإن هذا يحزن الوالدين. ولذلك تجد كثير من الأولاد للأسف الشديد يحزنون آباءهم وأمهاتهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون، فما من أب ولا أم إلا ويتمنى أن يكون أولاده من أهل الصلاة، فإذا نام عن الصلاة أو نام عن صلاة الجماعة إذا كان ذكرا بالغا فإن هذا حقوق في واقع الأمر، وإن كان ليس بدرجة القاطع لكن العقوق درجات، فهو أحزن والديه. والمطالب من الولد أن يدخل السرور على والديه. كذلك من الممارسات التي تحزن الوالدين ما عليه بعض البنات من ترك الحجاب مثلا، والأم تحاول معها وتنصحها وتعظها وتبدي لها وتعيد في هذا الأمر وهي ترفض هذا، مع أنه أمر شرعي مثل الصلاة، الصلاة فريضة كذلك الحجاب. هذا في واقع الأمر فيه إدخال الحزن على الوالدين، والبنت مطالبة بإدخال السرور على أمها وعلى أبيها. كذلك فيما يتعلق بالخروج من البيت، فقد جرت عادة الوالدين الخوف على الأولاد وهم أدرى بتقدير المصالح وأدرى بما يصلح الأولاد، فأحيانا قد يرفضون خروج الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، فإذا عاند الولد وتمرد على والديه فقد عقهما وأدخل الحزن عليهم، ولذلك ربما يسهران الليل ويقلقان ويصيبهما من الهم وينزل عليهما الغم بسبب هذا التصرف من الولد، وهذا لا شك بأنه من العقوق. أيضا ما يتعلق بالمشاكل في العمل، تجد بعض الشباب من الموظفين أو بعض الفتيات عنده مشاكل في العمل أو عنده مشاكل في العمل، فإذا دخل البيت حمل مشاكله التي في العمل إلى والديه وقال لهما حصل كذا وحصل كذا، فهل تنتظر من الوالدين أن يفرحان وأنت تتألم؟ وما دخلهما إلا إذا كان يغلب على ظنك بأنهما قادران على حل هذه المشكلة. إذا كنت تعتقد بأن لديهما الحل طيب أنك تستشير الوالد والوالدة، أما فقط فضفضة وتنفيس وتفريغ هذا ما يصلح، ما يمكن أن تكون بارا بمثل هذه الصور. أيضا الخلافات الأخوية بين الإخوة والأخوات، بين الإخوة مع بعضهم الأخوات كذلك، للأسف الشديد بعض الأسر يخيم عليها الحزن خاصة على الوالدين بسبب هذه المناكفات، هذا الاحتراب، هذا الاشتجار بسبب غيبة ونميمة وغيرة شديدة غير شريفة، ويصل الخبر إلى أسماع الوالدين فيحزنان، وهما يفرحان إذا رأوا أولادهم على قلب إنسان واحد. هذا لا شك بأنه من العقوق، ويوجد من الأولاد من هو محترف ومتخصص في قضية إدخال الحزن على الوالدين وقد لا يكون منتبه إلى أن هذا من العقوق أبدا، شغله الشاغل هو إخبار الوالدين عن كل محطات فشله أو مناكفاته أو منازعاته مع الآخرين، هذا لا يليق، هذا يعد من العقوق وإن كان ليس بدرجة عالية. فعلى الولد أن يتنبه لمثل هذا وأن يحذر وأن يحرص على إدخال الفرح على الوالدين. بعض الأولاد الآن أول ما يفرح زوجته بخبر سار مثلا، وأمه وأبيه أولى من ذلك، هذا لا يمنع لكن أمه وأبيه أولى. بعض الناس الآن أول ما يخبر أصدقائه جاء
جاء خبر سار أول ما يتصل بصديق أو تتصل بصديقته، هل هذا من البر؟ هذا ليس من البر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة عريضة، عنوان عريض، يجب على كل ولد أن يتمثل في حياته: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهم، ارجع إليهما وأفرحهما كما أحزنتهما، ارجع إليهما وأسرهما كما غممتهما. قاعدة لا بد لكل مسلم، لكل ولد، ان تنبه لهذا الأمر.